من ينظمهم؟ من يعدهم؟ من راح ينظمهم؟ طلعون من البيضة دولة؟ منين طلعون؟ طبعا انت بالنسبة لك لا منين انتو دماء السنة كبيرة منين طلعون؟ التسيين بالرجال العاطيون انا جاي اقول هذا البلد مليان طاقات. طيب خلي سيدة عباس تفضل. هذا البلد هو بلد عظيم. شنو خطابات؟ شنو انت ما عايش بالعراق؟ ما شايف رجال العراق خطاب؟ عندنا علماء عدنا ودول منين؟ دول منين؟ موجودين بالدعوة موجودين بالدعوة وبدر وبالتيار الصدري وموجودين موجودين بالسنة وموجودين هذا الكل هذول يعني موجودين يعني في كل العراق. انت طيب اذا اذا تم اعداد هؤلاء الرجال بغض النظر عن العناوين من يقيمهم دول الرجال حضرتك؟ من يقيمهم؟ الشعب يقيمهم. اي خلي الشعب يقيمهم عين عزيزتي. الشعب اولا كل نظام بالعملية السياسية هو هم قيمكم وطاكم اربع خمس افراد وانت حكيت بصراحة قلت عرضوا علينا تسعة وخذها فلان وراحن يعني اصلا اعداد خارجي انت في لقاء قلتها عزيزتي هذا ما له علاقة لا يمكن تشرين التبديل النظام السياسي تشرين ولا خابصنا بيها خابصك بيها يا دوختك رعبتك خليتك قراج النهضة خليتها تشرين يقبط بعائلكم السياسيين. منو لو نسيت الخبر والله قاعد بالشعلة لا تشرين ولا عشر من تشرين فرغت ما ظل بيها نايب الطيارات قبطت بيان تشرين نرجع حسن السين بيهم للقوة شوية. المهم عزيزتي هذا الفيلم شايفين بعد الشعب هل أسولف السالفة جدا مهمة هذا حسن سولف يمنا إن شاء الله وهذه الاستهانة بكل الشعب العراقي والاستخفاف يندفع ثمنها استاذ عباس.